السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضرتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: استمرار المظاهرات في العراق وسط أجواء ملتهبة وتصاعد ملفت في مطالب المتظاهرين لتصل إلى إسقاط النظام. في العنوان الثاني سيكون عن الاعتقال والتعذيب والتي تعد واحدة من الوسائل المتبعة حكوميا في العراق لوادي المظاهرات وقمعها. أهلا بكم. أوقف متظاهرو البصرة دبابات ومدرعات الجيش الحكومي التي حاولت تحطيم خيام الاعتصام على طريق حقل غرب القرنة في محافظة البصرة، فلنشاهد. يقول النشطاء العراقيون تابعوا هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه هي الروح التي يحتاجها العراق بعد 15 عاما من السكوت. الآن هذه الروح بصدور عارية أمام المدرعات والدبابات والسلاح الحي وقف هؤلاء الشباب. هذا دليل على أن هناك دافع حقيقي وهناك رغبة حقيقية بالتغيير، ليست كما سبق من محاولات رآها البعض أنها كانت خجولة. نتابع مع حضراتكم الآن جانب من اعتصام المتظاهرين أمام مبنى مجلس محافظة البصرة. نبقى مع المظاهرات. مواطن من البصرة يتحدث عن المعاناة والفقر الذي وصل له الناس بسبب الحكومة وفسادها. الآن بكرة إذا تشمس بيدي صبرت على علي بالصبح، قلت له بابا صبري الصبح أصبر علي أنا وأمها، شمس ربع دينار أجا في يوم واحد دليل. باع الشغل والله يستحون شوي، والله أدور الشغل فيه ادوا على التعيين يا شباب عندي نوم ولا كبير قبل ما سويت الطبع على الكهرباء، ولك ابن المحافظ اشتغل على طاله في السوق 90% محافظات يشتغلون ابن المحافظ وخمسه من اهل الشارع يا ولد، وخمسه مساردين يا ولد 95%. طرحوا أسئلة بهذا الخصوص كما استمعتم، قضية هل يعمل ابن المحافظ بالشارع بالوظائف التي يعمل بها المواطن العراقي البسيط أو المواطن العادي الذي يعتبر لديه حالة مادية ربما أعلى بقليل من الفقير، هل يستطيع أن يعمل بهذه الوظائف الموجودة في الشارع؟ هل تقطع الكهرباء عن المسؤول؟ لماذا لا تقطع الكهرباء عن المسؤول؟
هل المسؤول هو من جنس آخر، نوع آخر من البشر مختلف عن العراقيين الذين يعيشون في هذا البلد؟ ما اختلاف المسؤول عن المواطن سوى الدرجة الوظيفية؟ ما اختلافه من ناحية أنه إنسان لديه حقوق وعليه واجبات؟ لماذا لا يحصل المواطن العراقي على نفس ما يتحصل عليه المسؤول من حياة كريمة متعلقة بماء نظيف وكهرباء متوفرة؟ هذا حق لأي إنسان يعيش في أي بلد في العالم. المتظاهرون في محافظة البصرة يتفقون على نصب خيام الاعتصام قرب مجلس محافظة البصرة يوم غد الثلاثاء، فلنشاهد. راح تكون تظاهرتنا ظهر المجلس، انتبه لي، الجسر الاحمر وانت جاي على مجلس المحافظه والمحافظه، لان هم من لا يدخلون. انا ما اخاف حيكون كريت وهوس واسحب وطيطف هاي لا، وهاي صارت موجونه. شو نسوي؟ انا جماعه ثانيه، هذا خالي، احنا جماعه القرمه، جماعه حسين الحجاج اللي نصب الخيمه جوا الجسر، موجودين بالضبط بشارع التربيه، اسباع وجوهم بالليل ضاربوا وياهم وبعث المستعدين خمس مرات. هاي متابعينكم تقريرا جماعه الشط العرب بالليل اول امس، قلت لهم اخوان انا اخوكم بس اخذوها نصيحه من عدي، هسه من صحتوا اللهم صل على محمد وقالوا كل احنا الليله نحتصم. قلت لك اخذها من عدي قصه ذي الاثنين هذول ما سمعوا انتم، ما صح ولا صح؟ اذا وقفوا عندكم 50 نفر اخذوا جماعتكم وروحوا. صبرنا صلينا كملنا خلصنا بواعنا 50 نفر، صح عمل ولا صحيح؟ قلت لكم خلوها للاجتماع الاحد بحسين سيد ثاني نجتمع ونقرر. قررنا صار ثلاثة، قلت لكم ثلاثة لو ما قلت لكم عم الثلاثة الساعة 8 ننصب خيمنا مقابل جسر الأحمر، غيرها ما نتنازل. إذن هكذا يرى البعض أن الاعتصام هو الحل الأفضل من مجرد مظاهرات. يرون بقضية قطع طريق أو الاعتصام أمام الجسور أو الاعتصام أمام المؤسسات الحكومية هو حل أفضل ربما من مجرد مظاهرات تخرج هنا وهناك. نتابع مع حضراتكم استمرار الاعتصام أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، فلنشاهد. هذه كانت الجمعة التي مضت. نتابع مع حضراتكم الآن الاستمرار الاعتصام أمام مبنى مجلس محافظة البصرة حتى هذه اللحظة. قزيم يا العبادي خليج يشوفنا، هذا لا طيح حظكم حتى شخصيات بعدكم، انتم ولا تشرف شخصيات هذولي تروحوا 60 دقيقة وقبرهم. هذا اقول لكم الساعة خلي نشوف الشباب العطيرة البطيرة، خلي نشوفان العبادي حتى لا طيح حظ شخصية ما عندي. ونتابع الآن حديث رجل عراقي عن المطالب الحقيقية للشعب والمتظاهرين التي يجب أن تكون، فلنستمع. خلايا النائمة؟ نعم بالتأكيد، لأنه راح تشتغل في الجمع حتى يقدر يشتغل على راحته. وأكو مو خلايا نائمة، أكو لا مدفوعين من الأحزاب حتى يفشل من المظاهرة. هذا الترتيب. مطالب الجماهير؟ مطالب الجماهير أنا أحكي بالنسبة لي عن نفسي أولاً، وبعدين الجماهير. أنا أحكي عن نفسي إعادة كتابة الدستور أولاً، وإصلاح النظام السياسي، وإعادة العراق إلى الحكم الرئاسي وإلغاء البرلمان. هذا عن نفسي. أما الجماهير جاي يطالبون على الكهرباء ويطالب على الماء ويطالبوا بتعيينات، لأني كلن لو تختصرهن هو إصلاح النظام السياسي، لأني كلن لو تختصرهن هو تعيينات.
تغيير الدستور. احنا جاي نجي للذيل وعايفين الراس. انت اصلح الراس والذيل هو ينصلح. احنا الراس ما تاركينه. يعني هاي انا اشوف ان اغلب مظاهراتنا جيل الشباب ما عاش صدام، ما عاش اول الحكم، يعني اللي عمره 25 سنة هذا ما عنده تجربة، ما عنده خلفية سياسية وثقافية حتى يقدر يقيم الحدث. عنده تقييمه للحدث انه كهرباء ماكو، ماي ماكو، لكن اتناسى الدستور اللي هو ابو المشاكل، اتناسى النظام السياسي اللي هو ابو المشاكل، اتناسى حل الاحزاب السياسيه كلها والمحافظه اللي هي ام المشاكل كلها. انت يا اخي اصلح دستورك راح ينصلح كل العراق. رؤيه عميقه من هذا الشيخ. استمعتم مشاهدينا الكرام الى هذا الحديث. هذه هي المطالب التي قد تحدث تغييرا شاملا في العراق. هذه هي المطالب التي دعت إليها المنظمات والجهات المعارضة الوطنية مرارا وتكرارا منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. هذه هي المطالب التي من المفترض أن ترفع في المظاهرات. كل الأمور ستصلح أو ستصلح أو يعني تنتهي المشاكل في العراق أو ينتهى منها في حال انتهت المشاكل الرئيسية، مشاكل الدستور والسلطة والبرلمان. ما فعله السياسيون بعد الاحتلال من تخريب، من فساد، من سرقات اتهمتهم بها جهات حكومية دولية، منظمات كانت أو جهات مباشرة عن طريق دول بتصريحات مباشرة أو غير مباشرة، هي كلها بسبب الأخطاء التي حدثت منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة بتأسيس دستور عمل لجهة معينة وعمل لحزب معين أو عمل للسياسيين على حساب المواطن، أو بنظام برلماني معقد للغاية لم تحسن به قرارات تخدم مصلحة المواطن حتى هذه اللحظة. يجب أن ينتبه الشاب العراقي المتظاهر، يعني هناك مطالب أهم ربما يجب أن ينظر لها. نتابع مع حضراتكم الآن اعتصامات المتظاهرين في السماوة مستمرة حتى الليل في ساحة احتفالات المحافظة. نتابع الآن مشاهدينا جانب من المظاهرات المستمرة في أماكن اعتصام المتظاهرين في مدينة السماوة بمحافظة المثنى. عندهم اقتراح شباب لحماية المتظاهرين، هذا راح أستهلا واللي يريد يبقى وياي يبقى. هذا واحد. أما الجانب الباقي تجينا بالليل، إحنا راح نبقى لما تجينا بالليل. شو تقولون؟ باقون في الشمس تحت الأشعة الحارقة، هذا هو طلب المتظاهرين وإصرارهم على البقاء من أجل التظاهر وإيصال صوتهم. نتابع الآن استمرار المظاهرات صباح هذا اليوم طبعا في ساحة احتفالات مدينة السماوة في محافظة المثنى ضد الفساد الحكومي والأحزاب الحاكمة. السلام عليكم من ساحة الاعتصامات في المثنى، تحديدا ساحة الاحتفالات لليوم الثاني على التوالي. المئات من المتظاهرين والمعتصمين في المثنى يجلسون في ساحة الاحتفالات احتجاجا على ما أسموه بوجود سراق المال العام والفاسدين بالمحافظة، يطالبون بإقالتهم وتوفير حقوقهم، حقوقهم اللي من المفترض الدولة غصبا ما عليها خاوة عليها غصبا على رؤوسهم يوفرونها للمتظاهرين. المفروض يعني هذا إذا كنا في دولة محترمة وبها نظام ديمقراطي، لكن البعض ما جاي يفهم اللي يقولونه المعتصمين. ذولا أبطال جاي يطالبون بحقوق أهالي المثنى نيابة عن آلاف النايمين ببيوتهم، نيابة عن آلاف النايمين ببيوتهم ويحجون على المعتصمين. قوات الأمنية يوم أمس بحسب المعتصمين منعت او صعبت دخول مياه الشرب والطعام لان قاعدين بسجن الخناق خطيه هنا.
أكثر من اتصال، اتصلت بقيادات أمنية الضباط والمنتسبين مع المعتصمين، لكن ما باليد حيلة. أكو أوامر أعلى من عندهم جاي تجي تجبرهم على تضييق الخناق على المعتصمين. منع الطعام والماء من الدخول إلى المعتصمين والمتظاهرين بأوامر عليا أعلى من الضباط والمنتسبين. يعني الأوامر العليا معناها من الوزير ربما أو من القائد العام للقوات المسلحة، باعتباره هو المسؤول عن كل هذه الفرق الأمنية الموجودة الآن في العراق. عموما طبعا بعد المظاهرات أو أثناء المظاهرات يحدث القمع، هذا أمر طبيعي ومتعارف عليه في العراق منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. نتابع حال المتظاهر الجريح محمد علي الذي تم الاعتداء عليه من قبل مكافحة الشغب في محافظة البصرة يوم 15 من تموز، أي قبل 13 يوما. فلنشاهد. هذا أخوي محمد علي زماط انضرب يوم الأحد بالمظاهرات، ضربت الشغب جماعة الشغب بالبوابات الغاز ورمي الحي وبالماء، وما حد لا أحد يسأل علي ولا أحد قال له شنو أنت ولا واحد. هذا مرمي من ذا صار له 13 يوم هاي حالته، ما نعرف شنو حالته لحد الآن، ما نعرف عينه بيها شيء ما بيها شيء، ما نعرف حالته لحد الآن. ما شد من؟ أنا أشد. إذا هو ما حد يسأل عليك، ما حد يقول لك لا حكومة إجت سألت عليك، لا واحد إجت سأل عليك، ما حد يسأل عليك. بشر ذابينا ممكن ذابينا ما حد. رجال كاتب وصار له 13 يوم نمعرس. عودك راح قال بركة وظيفة أحصل لي شغلة وضربته الشغب مدري المحافظة، ما نفتي منها ضربه، ما حسينا بخونا إلا بالمستشفى. وهاي حالته. لا الحالة 13 يوم على الحالة. طبعا قلت 13 يوما منذ 15 يوم هذا الحدث. نتابع الآن معتقل بقيادة عمليات البصرة، اعتقل في قيادة عمليات البصرة، يروي ما تعرض له من تعذيب هو وزملائه بعد اعتقالهم من المظاهرات، فلنستمع. صادف يوم الأحد كانت مظاهرات، كان انه عندنا مظاهره كبرى امام المحافظه الساعه 9 صباحا بدت، بيومها صار اعتقال تقريبا ما يقارب 32 ناشط مدني خذهم بالمظاهره، وراها كملنا استمرنا اللي هي صارت بيومها اللي هجم الجيش ودراجات واخذت وكذا، استمرنا لحد 9 بالليل. خابرني ناشط مدني قال اكو مظاهره تقاطع التربيه، حولت هناك بس وصلت هجمت القوات الأمنية وخلنا، ما أدري غمضت عيوني وتقريبا حسيت روح اللي أنا موجود بالعمليات. قبل هاي شلون يعني قالوا لك أنت واخذوا تليفونك؟ ما بعدني هي رستن، لأنه أنا رستن وخذت ونحولت للعمليات. من إجى هذا الشخص وقالوا هذا عنده هي أثناءها من دخلنا هناك تقريبا ما يقارب يعني بالعشرين نفر، ما أعرف العدد يعني ما يحصى، ما أعرف إيش قد. بدت الأسئلة، بدت السوالف، دخل رجل ملثم زي مدني دشداشة وقال هذا الشخص حرق تاير، هذا الشخص عنده تقريبا خشبة كذا كذا، وصل لي قال هذا كل شيء ما عنده. بعدين ما لقوا عندي شيء، فتحوا تليفوني لقوا إن أنا مشارك بالمظاهرات وعدي تصوير إن أنا بالمظاهرة وأهتف وكذا، قال إذا أنت تقيد المظاهرة. بدأت سوالفهم، التعليق ما أقول لك عليه شنو، يرفعك بكرة اللي هي يسمونها عقربة ما أدري شلون، يلوي الإيدين ويطقك بجامعة ويرفعك. الغلط الدونكيات يستخدم كيبل اللي هو مو الكيبل الثقيل، لا الكيبل الرفيع، والطقة مالته الله اللي يستر منها يعني على أبسط الأمور، اعطينا الدولة اللي دافعتك، اعطينا الجهة اللي تنتمي لها، اعطينا الحزب اللي أنت إليه. يا ترى أنا ما عندي أي حزب، ما عندي أي جهة، ترى كل ما بالأمر أنه أنا مظاهرات عفوية طلعنا مطالبة بحقوق وكذا، وبعدين صعدت المطالب. فيعني تشوف معاناة هناك غير اللي مكسرين إيديه، غير اللي مكسرين رجليه، يعني أشد أشياء أشوف هناك. أهلا بكم. نشرت إحدى المذيعات في قناة العراقية الحكومية صورة لها في المظاهرات التي جرت في العراق
وإذ بقرار إداري من القناة تحولها من مذيعة اقتصاد إلى محررة أخبار. قيل إنها محاولة لإبعاد من يحاول أن ينضم إلى المتظاهرين من المؤسسات الحكومية. طبعا هذا ما تم تفاعل معه النشطاء على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. هذه هي صورة المذيعة التي عملت في قناة العراقية بعد نشرها طبعا، والتي تعمل حتى هذه اللحظة، وهذا هو البيان. سيد رئيس قسم الأخبار، تنسب تحويل الزميلة حنان مهدي إلى غرفة الأخبار المشتركة للعمل بصفة محررة أخبار بدلا من مذيعة اقتصاد. كما استمعتم وشاهدتم، هكذا تم التعامل. يعني هناك من ربط هذا الحدث بقضية نشرها لصورتها طبعا في المظاهرات. طبعا نحن نعرض ما تم تداوله، هو ليس تبني لفكرة أو ليس تحليلا منا، ربما قد تكون ارتكبت خطأ قادها إلى أن تحول إلى محررة، لكن دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على فيسبوك. علي جعفر يقول: قناة العراقية ليست عراقية وإنما قناة ضد العراقيين والمتظاهرين، ويجب عليها تغيير اسمها إلى قناة الفسادية باعتبارها لا تنقل الحقيقة وتقف مع الفاسدين، وهي قناة تابعة للأحزاب، قناة الفسادية. في تعليق آخر لدينا، إيمان تقول: أحسنت وبارك الله بتضحيتك، وإن شاء الله كل الشابات يساندن إخوانهن الأبطال وأخواتهن الأبطال المتظاهرين بكل محافظات العراق. تمام. ولدينا أيضا في تعليق آخر حيدر يقول: هي قناة بيوقراطية طائفية بحتة وبوق من أبواق الحكومة لأي جهة تحكم، لا يوجد في العراق حيادية أو ديمقراطية أو عدالة أبد للأسف. وأيضا ضمن التعليقات التي جاءت، عامر الجنابي يقول: هذا اللي يريد يعيش حر الحكومة تريد بس عبيد. طبعا هذا تعبير عن ما تفعله السلطة الآن بالعراقيين. وأيضا صخر يقول: هذه الحرية اللي صفق لها البعض طلعت حرية على طريقة الإيرانية وعلى الطريقة الإيرانية، تكميم الأفواه. وآخر التعليقات لدينا، وسام يقول: حرية وديمقراطية زائفة مع الأسف في بلدي الذي أصبح المواطن البسيط الذي يطالب بأبسط حقوقه هو شخص بنظر أغلب الأحزاب الحاكمة والسياسيين مندس وعميل. للأسف الشديد هذا هو التعامل مع الناس بشكل عام، إن كانوا إعلاميين أو صحفيين أو إن كانوا مواطنين بسطاء. نراكم بعد قليل. أهلا بكم بفقرة الهاشتاج الموضوع بالطبع عن مظاهرات العراق. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم تظاهرات العراق. ماجدة تقول: لم تستطع أي حكومة سابقة احتواء الخراب الذي يسري بهداوة في بناء الوطن، لأنها ببساطة تحوي شلة كبيرة من الحرامية. في تغريدة أخرى، العراقي والبصري يقول: سبب خراب البلد هم مراجع الدين، ما نريد معمم أبد، إذا قالت المرجعية معناها نذهب للأسوأ، وأي مظاهرات تدخل المرجعية طرف فيها أو تشاهد معمم فيها تفشل. في تغريدة أخرى، ذكرى تقول: طلائع ثورة شعبية لها جذور ثورة العشرين، حين انتخى الرجال عربا وكردا وتركمان سنة وشيعة وبقية الأديان، وهدفهم الوحيد العراق. وفي آخر التغريدات مشاهدين الكرام، الباحث الماجدي يقول: مظاهرات وسط وجنوب العراق كشفت زيف الكثير من دعاة الحرية والديمقراطية، وفضحت الكثير من رجال الدين والسياسة بأنهم أصحاب منافع شخصية وحزبية لا يهمهم المواطن والوطن. هكذا تفاعل النشطاء على موقع تويتر مع هذا الوسم. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.